السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس اليوم إن شاء الله في هذا الفصل بنبدأ نتكلم عن المركبات العضوية الحيوية اللي ناخذها في الكيمياء العضوية ويسمونها الكيمياء الحيوية، الكيمياء اللي تدرس هذه المركبات. طيب، بيكون هذا الدرس عبارة عن أو هذا الفصل عبارة عن 4 دروس. أخذتوا الدرس هذا كامل، الفصل هذا كامل كله أخذتوا في مادة الأحياء. أخذنا البروتينات، وظائفها، تركيبها، الكربوهيدرات، نفس الشيء كل من هذه المركبات الحيوية أخذنا تعريفها، أخذنا وحدة بنائها، أخذتوا الرابط بين وحدة بنائها، أخذتوا أنواعها وتركيب كل منها والوظيفة، أهم وظيفة لهذه المركبات في جسم الإنسان. وهذا اللي إن شاء الله بنتناوله في هذا الفصل. أول نوع من المركبات بناخذه اليوم إن شاء الله اللي هو البروتينات. ما هي البروتينات؟ نعرف البروتين. البروتينات هي بوليمرات عضوية تتكون من أحماض أمينية مرتبطة مع بعض بترتيب معين. طيب، هذا تعريفها. ما هي وحدة بنائها؟ هذه، شوفي كيف تتكون، هذه هي وحدة البناء. إيش يسمى هذه وحدة البناء؟ تسمى الحمض الأميني، من اسمها حمض أميني. إذا من إيش تتكون؟ شوفي ذرة الكربون هذه إيش مرتبطة؟ من اليمين بمجموعة كربوكسيل اللي هي حمض عضوي، ومن اليسار معاها مجموعة أمين، عشان كده اسمها حمض أميني. طيب، والباقي الأشياء اللي مرتبطة بذرة الكربون هذه الوسطية معها ذرة هيدروجين ومعها سلسلة كربون، سلسلة عضوية متغيرة. لاحظ هنا في الجدول 1-6 معطيك أمثلة على السلاسل. لاحظ هنا فيها مجموعة أمين في السلسلة الجانبية، ما لها علاقة، هذه هي السلسلة الرئيسية حقت الحمض الأميني. هنا فيها كبريت، هنا فيها OH، هنا بس H، وهذه هنا حمض كربوكسيلي فيه، بس إنها في السلسلة الجانبية، هذه السلسلة الرئيسية حقتها. هنا لاحظي في مجموعة أميد، ولكن ما لها علاقة، هنا هذا حمض الأميني، هنا هذه مجموعة، وهذه بنزين، حلقة بنزين. كل هذه أشكال من الأحماض الأمينية المختلفة، لكن اللي يهمني في سلوك الأحماض الأمينية هذه السلسلة الرئيسية. ليه؟ لأنها هي اللي تتذكرون زي ما شفنا في البوليمرات جالسة ترتبط مع بعض عشان تكون سلاسل، أيضا الأحماض الأمينية راح ترتبط مع بعض وتكون سلاسل. إيش نوع الرابطة بينها؟ تسمى الرابطة الببتيدية، هذه الرابطة الببتيدية. بس خلينا نشوف كيف تحدث. أولا هذا حمض أميني، شوفوا عنده من الجهة هذه كربوكسيل ومن الجهة هذه أمين، نفس الشيء هنا حمض أميني ثاني. لاحظي الآر حقتهم مختلفة، ما همني الموضوع، أهم شيء عندي السلسلة الرئيسية. هنا عندي حمض كربوكسيلي، وهنا عندي حمض، وعندنا هنا أمين. تقوم تروح الـ OH اللي من الحمض الكربوكسيلي مع واحدة من الـ H اللي في الأمين، ويحصل تفاعل تكاثف. تتذكرون ايش قلنا وش معنى تفاعل التكاثف لما درسناه في أنواع التفاعلات العضوية؟ قلنا أن تفاعل التكاثف هو تفاعل ارتباط جزيئين صغيرين يكون جزيء واحد أكبر وأكثر تعقيدا مع فقدان جزيء صغير اللي هو الـ H2O، هو اللي طلع منه. لاحظي إن هذول ارتبطوا وكونوا مركب أكبر وأكثر تعقيدا. شوفي فيه ذرة مجموعة الكربونيل هذه C ومعها دبل بوند O ارتبطت بذرة نيتروجين
حقة الأمين اللي من الثانية، وهذا اللي سموها الرابطة البيبتيدية. ولما صار هذا المركب عنده رابطة بيبتيدية وعبارة عن اثنين بس من الأحماض الأمينية سموه ثنائي بيبتيد أو بيبتيد ثنائي، طيب أو بيبتيد يعني عشان فيه رابطة بيبتيدية. إذا ما هي الرابطة البيبتيدية؟ هي الرابطة التي تجمع حمضين أمينيين مع بعض. هنا بعض حاط لك بعض أشكال وأمثلة على الأحماض الأمينية. بعد كذا نتكلم عن عديد البيبتيد. عديد البيبتيد هو سلسلة مكونة من 10 أحماض أمينية أو أكثر مرتبطة مع بعضها برابطة بيبتيدية. هنا البيبتيد من حمضين أمينيين اللي هو ثنائي البيبتيد أو أكثر مرتبطة برابطة بيبتيدية. طيب النوع الثالث من أنواع البروتينات هي البروتين. إيش البروتين؟ عنده سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية زي البوليمرات بالضبط. حمض أميني مرتبط في حمض أميني مرتبط في حمض أميني، وتختلف الأنواع على حسب نوع الأحماض الأمينية المرتبطة. فلك أن تتخيلي كم في العالم من حمض أميني، لأنه إذا اختلفت واحد راح يختلف الحمض الأميني وسلوكه. لاحظي ممكن يصير هذا نفس هذا نفس هذا نفس هذا، يصير بالتبادل، وممكن يصير نفسه مكرر، ممكن يصير لا في مجموعات مختلفة فيه. فهناك يعني أشكال كثيرة من الأحماض الأمينية وتنوع من أنواع الأحماض الأمينية. يقول لك في الأحماض الأمينية أو في البروتينات اللي متكونة من الأحماض الأمينية تتغير خواصها الطبيعية بالرقم الهيدروجيني وأيضا بتغيرات درجة الحرارة. تركيب ثلاثي الأبعاد يختلف. تذكرون لما أخذنا المتشاكلات في سنة ثاني عرفنا أن سلوك المادة أو خصائصها الفيزيائية ستختلف بناء على شكلها وترتيب الذرات الفراغي. تذكرون لما أخذنا سيس وترانس، سيس كذا وترانس كذا كانت أشكالها، وأيضا في المتشاكلات الأخرى الفراغية والهندسية. كل هذه الأشياء لما يتغير درجة الحرارة والبي اتش حق البروتين سيتغير خواصه. مثل البيض يا بنات، البيض عبارة عن بروتين، لما أسخنه بتتغير هذه الخواص نتيجة تكسر شكل ثلاثي الأبعاد له، لأن يقول لك الحرارة تشوه تركيب البروتين الطبيعي الثلاثي الأبعاد تغير، ولذلك تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. نفس الشيء يتغير شكل اللحم لما نطبخه، ليه؟ لأنه أيضا سيتأثر. طيب ما أهمية البروتينات؟ في جسم الإنسان تقوم بعدة وظائف، أهم هذه الوظائف تسريع التفاعلات، واللي أخذتوها في الأحياء وعرفتوا أن الإنزيمات أهم شيء في جسم الإنسان يزيد من سرعة التفاعلات ويفرز داخل أجسامها. طبعاً إيش معنى يعني الإنزيمات؟ هل ستدخل في التفاعلات؟ هل ستستهلك فيها؟ هي عبارة عن عوامل حفازة فقط، لا تستهلك ولكن تسرع التفاعلات. أيضاً كيف يسرع التفاعلات؟ أخذتوا المواضع النشطة، كل هذه أخذتوها في الأحياء، وكيف أنه في مواقع نشطة في الإنزيم هي اللي تسرع، يعني هذه هنا مناقش لك آلية عمل الإنزيمات. طيب بعد كذا نجي للمهمة الثانية اللي هي بروتينات النقل. البروتينات
تستطيع أن تنقل المواد الصغيرة، زي ما الهيموغلوبين ينقل الأكسجين في الجسم، يمسك في الأكسجين اللي جاي من الرئتين وبعدين ينقله إلى الخلايا ويوزعه عليها، ياخذ منها أيضا ثاني أكسيد الكربون يتحد معه وبعدين يجي يرجعها للرئتين. هذه الهيموغلوبين نوع من أنواع بروتينات النقل. أيضا الدعم البنائي اللي أمثلة لها عبارة عن الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والأربطة والعظام. هذا الكولاجين والكيراتين أنواع من أنواع البروتينات اللي تقدم دعم بنائي لجسم الكائن الحي. بعد كذا آخر وظيفة لها اللي هي الإشارات الخلوية أو الاتصالات في الجسم، تقوم بوظيفة الاتصال بالجسم، وهذه هي الهرمونات اللي تنقل الإشارات من الدماغ إلى الجسم. وأيضا بعض الأوامر الداخلية في الجسم مثل هرمون الأنسولين اللي يفرز في الكبد، هذا عبارة عن هرمون اتصالات. إذن تناولنا في درسنا هذا البروتينات، عرفنا تعريفها أنها هي بوليمرات عضوية تتكون من أحماض عضوية مرتبطة بترتيب معين. يعني إيش وحدة بنائها؟ الحمض الأميني. إيش هو الحمض الأميني؟ هو جزيئات عضوية. إيش فيها؟ فيها مجموعة كربوكسيل وفيها مجموعة أمين، وهنا ذرة هيدروجين وهنا سلسلة جانبية متغيرة تختلف أنواعها في أنواع كثير من الأحماض الأمينية. إيش الرابطة اللي تجمع لي هذه البوليمرات؟ يقول لك هذه هي الرابطة البيبتيدية، هذه هي الرابطة البيبتيدية، ترتبط فيها ذرة الكربون، ذرة الكربونيل أو مجموعة الكربونيل بذرة النيتروجين اللي جت من مجموعة الأمين اللي في الجهة الثانية. إيش أنواع البروتينات؟ البيبتيد اللي هو عبارة عن اثنين أو أكثر، يعني عدد بسيط جدا أقل من 10 أحماض أمينية مرتبطة مع بعضها برابطة بيبتيدية، عديد البيبتيد سلاسل أطول شوية، والبروتين اللي هو عبارة عن سلسلة مكونة من أكثر من 50 حمض أميني. ولك أن تتخيلي أشكال وألوان البروتينات اللي موجودة في أجسام الكائنات الحية. ناقشنا أيضا تغير الخصائص الطبيعية للبروتينات بالحرارة والبي اتش. ليش؟ لأن تغير الشكل الثلاثي الأبعاد وبالتالي خصائصها. الوظائف، ما هي وظائف البروتينات في الأجسام؟ تسرع التفاعلات اللي هي الإنزيمات، طبعا ما تستهلك في التفاعل، ولكن كيف تعمل؟ عرفنا كيف يعمل العوامل الحفازة عن طريق خفض طاقة التنشيط في المواقع النشطة حقت الإنزيمات. طيب النقل، بروتينات النقل مثل الهيموغلوبين اللي ينقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، الدعم البنائي مثل الكولاجين والكيراتين اللي هي أنواع البروتينات اللي تقدم الدعم البنائي في أجسام الكائنات الحية، والاتصالات اللي هي عبارة عن الهرمونات اللي تنقل الأوامر في أجساد الكائنات الحية.